بن محمود القابضة من الشركات العائلية العريقة الرائدة في البحرين، واللي تعمل في مجالات عدة أهمها مجال المخابز الآلي والتموين وصناعة الشوكولاتة والحلويات. الإنتاج يتم من خلال مصنعين نموذجيين حديثين يعملان بنظام الآيزو 22000 في منطقة البحرين العالمية للاستثمار بمدينة سلمان الصناعية. يعتبر بنك البركة أحد البنوك اللي نتعامل معها في معاملاتنا البنكية، ولكن بعد مدة قصيرة أصبح بنك البركة البنك الرئيسي لنا ومعظم تعاملاتنا الآن من خلالهم، لكونهم الأفضل والأسرع في إنجاز الأعمال، وهم الآن الداعمين الأساسيين لنا في التمويل التجاري لتطوير تجارتنا، ونعتبرهم في الواقع شركاء لنا.